الإخوة والأخوات الأعزاء، يسرني ويشرفني أن أتحدث إليكم في المركز الإسلامي في موضوع يمكن مستقبلنا يتوقف على فهم حقيقة، لكن طالما أنه قبل ما نبدأ الموضوع بيتناول بشكل خاص اليهود واليهودية والصهيونية وعلاقتنا معهم، فأنا أحب أبدأ ب دعاء سيدنا موسى إلى ربه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول لك سيدنا موسى بتأكيد مشان هيك بدا ربه انه فانا امامكم يمكن تاخذوا شوي فتحملوني. هلا نبدا بالموضوع في العلوم الاجتماعيه السياسيه. في نظريه لعالم بريطاني ويليام هاكسلي اسمه، بيقول فيها إن التعريف الصحيح للمشكلة هو نصف الطريق إلى حلها، سواء كانت المشكلة شخصية، عائلية، سياسية، وطنية، دولية، محلية، شو ما كان. التعريف الصحيح لهذه المشكلة هو نصف الحل. فالسؤال، نحن عندنا مشكلة مع الصهيونية ومع إسرائيل ومع اليهودية ومع أمريكا ومع الصهيونية المسيحية، هل نحن نملك التعريف الصحيح لهذه المشكلة معهم؟ أو نردد مواقف تلقائية؟ هنحاول يعني نعرف عن هذه المشكلة قبل ما نحكي في أساس. هلا بالنسبة لليهودية، اليهودية يهوديتان ليست يهودية واحدة، في يهودية صهيونية في يهودية إيمانية. اليهودية الصهيونية معروف هي اللي طلعت من مؤتمر بال في سويسرا وتشكلت الحركة الصهيونية وتبعوها مجموعة. هذا كان هو المؤسس. لكن اليهودية الإيمانية موضوع تاني. اليهودية الإيمانية لا تؤمن بأن المسيح حضر، هي لا تزال تنتظر المسيح. والإيمان عندهم أنه المسيح عندما يأتي، لأنه لم يأتي بعد في إيمانهم، عندما يأتي المسيح هو الذي سيقيم الدولة، وأن الدولة التي تقام قبله هذا نوع من الكفر والإلحاد. ولذلك المسيحية الإيمانية ضد إسرائيل من حيث المبدأ، لأنه تعتبرها اليهودية الإيمانية ضد إسرائيل وضد الحركة الصهيونية، وتعتبرها تجاوزا للإيمان اليهودي. وهذه حركة مش حركة، هذا بالنصوص الدينية، موضوع ديني وليس موضوع سياسي. أما اليهودية الصهيونية فهي مثل ما قلنا اللي أسسها هرزل، انطلقت من بال بسويسرا في عام 1897. هذا بالنسبة لليهودي تعريف عام. هذا بالنسبة للصهيونية، الصهيونية أيضا صهيونيتان، صهيونية يهودية وصهيونية مسيحية. الصهيونية اليهودية حكينا عنها، جماعة هرزل ومستمرة بإسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية. لكن
الصهيوني المسيحي سابقة لهرزل من القرن الخامس عشر، وتأسست في بريطانيا وفي هولندا حركة دينية. بهذاك الوقت كانوا اليهود في أوروبا من روسيا حتى بريطانيا كانوا يتعرضون للتنكيل والاضطهاد، ويعتبروا أنه خارج المجتمع، مش أنه وقت هتلر، نحكي بالقرن الخامس عشر، وكانوا بدهم يتخلصوا منهم بأي شكل من الأشكال. فطلع دراسات أنه حندل نضربهم ونبيدهم ويرجعوا يطلعوا وهذا، طب خلينا بعدهم على فلسطين نخلص منهم. عملية توطين اليهود في فلسطين انطلقت من الرغبة في التخلص منهم في المجتمعات الغربية، وطلع دراسات كتب أنه الله يحب أن يرى اليهود يعبدونه في فلسطين، وانطلقت الصوت وتوترت. هذه بداية الحركة الصهيونية المسيحية. هلا هاجروا، صار في فتحت أبواب الهجرة لأمريكا، وكان من المهاجرين طبعا يهود أوروبا بالذات. وحتى المسيحيين اللي هاجروا لأمريكا هاجروا مع هذه الأفكار اللي تكونت في أوروبا حولهم. تصوروا أنه عملوا سيناريو، مش سيناريو، إيماني، عم بحكي بشكل إيماني، بأنه مثل ما مصر الفرعونية اضطهدت اليهود، كذلك الملك جيمس في مصر اضطهد اليهود، وبالتالي هاجروا اليهود من مصر إلى أرض كنعان، فكنعان الجديدة هي أمريكا، والمرور في الصحراء سيناء هو المحيط الأطلسي. نفس السيناريو بالهدف، ودخلوا إلى أمريكا بالمسيحيين بهذه العقلية، بهذه المفاهيم. هلا هعطيكم خمس إشارات عن مدى قوة التغلغل اليهودي الصهيوني في تكوين المجتمع الأمريكي منذ البداية. أول دكتوراه منحتها جامعة هارفارد 1642، موضوعها العبرية هي اللغة الأم. أول دكتوراه بهارفارد. أول كتاب طبع في أمريكا سفر المزامير، كتب الدينية اليهودية. أول مجلة صدرت في أمريكا، مش اسمها الشراع، أول مجلة اسمها The Jew اليهودي. هل يعني التأثير الداخلي يعني كان عميق، مش اليوم لكنه تاريخي ومستمر. الرئيس الأمريكي جيفرسون كان تعرفوا أنه الشعار الأمريكي هو النسر بعده لهلا، لكن هو اقترح تغيير الشعار الأمريكي لحتى يكون أنه بني إسرائيل بالنهار يعني مهاجرين، بالنهار بيظللهم الغمام، وبالليل عمود من نور، انه هيدا يكون شعار امريكا بدل النسر. جيفرسون يعني هاي مجرد اشارات سريعه حول مدى التاثير التكويني للمجتمع الامريكي عن طريق المسيحيين الصهاينه في البدايه الاولى. هلا هذا الامر استمر،
أخذ مجاله في الوقت الحاضر. وصلت الآن أعطيك صورة عن واقع هذه الحركة الصهيونية الأمريكية المسيحية في أمريكا. عددهم حوالي 70 مليون. 70 مليون أمريكيين يؤمنون بهذه الحركة ويلتزمون بها. ببنسلفانيا إحدى كنائسهم المحلية يبدو أنه مكبرات الصوت في الكنيسة كان مثل هذه شوي بتشوش، فحبوا أنه يجددوها يغيروها. يعني داخل كنيسة صغيرة في بنسلفانيا، فداروا بالصينية ليجمعوا 20-30 ألف دولار مشان تغيير. جمعوا 1.5 مليون دولار. هذه يعني تعطي مؤشر على مدى الالتزام فيها. بعض المؤشرات الجدية كان الرئيس ريغان مثلاً واحد منهم من الملتزمين بهذه الكنيسة، وفي مقابلة صحفية معه كان يقول فيها، تعرفوا معركة هرمجدون هي المعركة اللي يؤمنوا بأنه هي المعركة الفاصلة اللي تؤدي بعد وقوعها إلى يعني ظهور المسيح، وهذه معركة يبال فيها الملايين من البشر، ويأتي السيد المسيح. ريغان كان يقول: أرجو أن يكرمني الله، هذا يعني حافظوا ترجمة حرفيا، أرجو أو أتمنى أن يكرمني الله بأن أضغط على الزر النووي حتى تقع معركة هرمجدون وأساهم بذلك في العودة الثانية للمسيح. نحن ما عم نحكي عن رئيس زيمبابوي، عم نحكي عن رئيس عنده حقيبة مفاتيح السلاح النووي يؤمن بهذا الأمر. يعني بس يعني عم بحكي هيك نتف قبل ما فوت على الموضوع الرئيسي حتى نعرف عن مين عم نحكي بالنسبة لهذه الحركة. أيام ريغان تعرف في الولايات المتحدة في مجلس الأمن القومي، هو المجلس اللي يتخذ القرارات السياسية برئاسة الرئيس الأمريكي. مجلس الأمن القومي عندما كان يدعى للاجتماع من أجل اتخاذ قرار يتعلق بالشرق الأوسط، كان يدعى ممثلو هذه الحركة من القساوسة، بيلي جراهام كان أشهرهم، كانوا يدعى لحضور الاجتماع حتى يأتي قرارات المجلس متوافقة مع النبوءات الدينية اللي يؤمنون فيها، فقط فيما يتعلق بالشرق الأوسط. أما قضايا العالم الأخرى ما لها علاقة، لأن الشرق الأوسط لأنه يقع في إطار الإيمان الديني لهذه الحركة، فيحضر قساوسة معينين بالجرام أشهرهم يحضروا هذه الاجتماعات حتى يوجهوا القرار بما يتناسب مع النبوءات الدينية تتعلق بنهاية السنة. هذا شو هي النبوءات؟ نحن قلنا أنه اليهودية الإيمانية لا تؤمن بأن المسيح إجا، وهي تنتظر وتعتبر كل ما تقوم به إسرائيل والحركة الصهيونية تجذيف على الدين. لكن الحركة المسيحية الصهيونية تؤمن طبعاً بالمسيح، لأنها حركة مسيحية تؤمن بالمسيح وبهذا، لكن تنتظر عودة. هؤلاء اليهود ينتظرون مجيء المسيح
والصهيونيين المسيحي تنتظر عودة المسيح. هذا النيانس الفرق بين الاثنين كثير مهم. هلا حتى يعود المسيح مرة ثانية، الحركة الصهيونية تؤمن بأنه هذا له شروط، شروط العودة، وأنهم يعرفون إرادة الله بأن هذه العودة يجب أن تتم، ولأنهم يعرفون ماذا يريد الله فإن عليهم واجب العمل على تحقيق ما يريده الله. يعني هن عرفوا الله شو بده، وهن رح ينفذوا شو بده. برجع بذكر انه عم بحكي عن حركة مش انه عددها 70 مليون بس، نوعية الناس المنضوين الى في هذه الحركة، من جنرالات الجيش الى دبلوماسيين وسياسيين، قصة كتير كبيرة وكتير مهمة، وبدنا ناخذها بكثير من الأهمية، لأنه هن عم يقرروا مصير الشرق الأوسط وبالتالي مصيره. هلا حاجي بتفصيل أكثر في إطار عمل الهي، لكن النبوءات الإيمانية خاصة في سفر حسقيال اللي يروي في نهاية الزمن، يقول وهل هم المؤمنين فيها بهذه السيناريو لنهاية الزمن، يقول في أنه يجب أولا أن يتجمع اليهود في فلسطين، أن تقام الدولة اليهودية، أن يعني تصبح القدس يهودية، وأن يبنى الهيكل. والهيكل يعني ليه؟ لأنه المسيح لن يعود ولن يعلن عن نفسه إلا بالهيكل كما حدث في المرة الأولى. بدي أذكر هون إنه حريق المسجد الأقصى سنة 1969 اللي حرقوا المسجد ما كان إسرائيلي، ما كان يهودي، كان أسترالي من الحركة المسيحية الصهيونية، وإجا من أستراليا طبعاً ضمن ترتيب تنفيذ العملية، إجا من أستراليا لإحراق المسجد الأقصى من أجل بناء الهيكل. مش فارق معه المسجد، يعني بناء موجود لازم نشيل حتى يطلع نبني الهيكل، والهيكل بعدين حتى يظهر المسيح. هيك الله بده، هذه إرادة الله، فعلاً نحن نعرف إنه هيك الله بده، لازم ننفذ الإرادة الإلهية بهذا الإيمان. صارت عملية حريق المسجد الأقصى، الذين يمولون مشاريع المستوطنات اليهودية معظم رأس المال من غير اليهود، من هذه الحركة بالذات. هلا حقلكم نجي لموضوع القدس تفصيلا حتى نشوف كيف عم تتم العملية وين موجود. هلا هالاسم صهيونية المسيحية برن بضمير وبأذهان الناس، شو المسيحية، شو المسيحية، صار صهيونية. حالكم إن شاء الله يمكن تتفاجئوا في النص، بوقت اللي صار مؤتمر باب في المسجد عنه الحركة الصهيونية لتيودور هيرتزل، صار في تعاون معهم لتشجيع الدول الأوروبية تشجع اليهود على الهجرة إلى فلسطين من وقت ما بلشت الحركة. لكن هيرتزل حب إنه يأخذ ضوء أخضر من البابا، وطلب موعد من البابا
كان البابا بيوس العاشر طلب منه موعد لحتى يزوره ويطلب منه تشجيع اليهود الأوروبيين على الهجرة لفلسطين. رفض البابا يستقبل. بعت له رسالة. دام فترة بعدين جاوب في رسالة. أنا نشر رسالة نصة في كتابي حول القرصان. بس حقرأ لكم إياها تاخذوا فكرة عن موقف المسيح المبدئي من هذه القضية. سنة 24 كانون الثاني 1904 البابا بيوس العاشر بيجاوب هرتزل على الشكل التالي: نحن لا نستطيع أبدا أن نتعاطف مع الحركة الصهيونية، إننا لن نقدر على منع اليهود من التوجه إلى القدس، ولكننا لا يمكن أبدا أن نضره. وبصفتي قيما على الكنيسة لا أستطيع أن أجيبك بشكل آخر. لم يعترف اليهود بسيدنا المسيح، ولذلك لا نستطيع أن نعترف بالشعب اليهودي. وبالتالي لاحظوا العبارة الآن، وبالتالي فإذا جئتم إلى فلسطين وإذا أقمتم هناك فإننا سنكون مستعدين كنائس ورهبانا أن نعمدكم جميعا. في أيار 1897 نشر الفاتيكان في مجلة سيفيليتا كاثوليكا تصدر بلسان الفاتيكان، نشر نص عشية المؤتمر الصهيوني اللي عقد في باهل سويسرا، بيقول فيه، وأنا أقرأ نص مترجم حرفيا: مر 1827 عاما على تحقيق نبوءة المسيح بأن القدس سوف تدمر، ولذلك فإن إعادة بناء القدس لتصبح مركز الدولة مركزا لدولة إسرائيل بعد تكوينها يتناقض كل التناقض مع نبوءات المسيح الذي أخبرنا مسبقا بأن العامة الجنتيل أي غير اليهود سوف تسيطر على القدس حتى نهاية الزمن. وحتى بعد قيام إسرائيل وبعد تدخلات دولية ضغط على الفاتيكان، استقبل البابا بولس السادس كل الفترة الزمنية مرت، استقبل أبا إمام وزير خارجية إسرائيل سنة 1999 تشرين أول 1969. من دون اعتراف، ولكن في عام 1971 رد البابا على رسالة للرئيس الإسرائيلي وقتها قال فيها إن الفاتيكان لا يستطيع أن يلتزم بأي اتفاق مع دولة لا يعترف بها، وإنه أي الفاتيكان لا يمكن أن يعترف بإسرائيل طالما أنها في حالة حرب مع دول الشرق الأوسط. هاي القصة هاي كتير مهمة، لأنه تقولوا لي ما تغير موقف إسرائيل، هذا في اعتراف فاتيكان بإسرائيل إيه صحيح، بس إمتى صار؟ صار بعد كامبيري، بعد وادي عربة، وبعد أوسلو. يعني ما مطلوب من الفاتيكان انكشف.
إلى الآن سبقناه بالقوات في هذا الموضوع. من وقت اللي احتلت قامة إسرائيل كان الفاتيكان موقف ثابت في موضوع القدس، انه لا يمكن ان يتصور الفاتيكان ان تكون القدس تحت سيطره يهوديه دينيا، ما عم نحكي سياسي او دينيا، لا يمكن يتصور تكون. فما في امكانيه للدول العربيه والهدى انه تحرر القدس. طرح الفاتيكان فكره تدويل القدس، كوربوس سيباراتوس، العبارة اللي استعملت انه جسم منفصل. لكن نحن كنا متحمسين العرب والمسلمين انه لا، بدنا القدس عربية وجسم طيب محررها، خلينا نشوف. هذا اللي صار بعدين، انه بعد حريق المسجد الاقصى 1969 صار في إحراج، يعني ما بقي لنا ننتظر. انعقدت لأول مرة قمة إسلامية في المغرب 69 على أساس من أجل تحرير القدس، والقمة قررت أن تضع استراتيجية إسلامية لتحرير القدس. وهون كان الخطأ الجسيم. شو يعني استراتيجية إسلامية لتحرير القدس؟ هي القدس قضية إسلامية؟ تقول مسيحية وين؟ بالنتيجة يعني بدي أروي لكم قصة أنا كنت شاهد فيها. عقدت سنة 74 كنت مع تأديب الصلاح الله يرحمه في لاهور في باكستان، قمة إسلامية من أجل تحرير القدس عنوانها. إجا على لاهور بترتيب طبعا مع تأديب الصلح الله يرحمه، إجا غسان تويني مع البطرك الياسر الرابع بطرك الأرثوذكس في الشرق، طالب إنه البطرك يطلع يحكي كلمة في القمة. فأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي المصري كان اسمه الله يرحمه كمان حسن الدهاني، قال لا، شو بدنا نعطيه منبر؟ كيف نعطيه منبر القمة الإسلامية؟ إذا بدي جيب مؤيدين، جيب من الصين وروسيا وأمريكا وأمريكا الجنوبية، جيب الأطراف، ليش حتى لي أنا صغر حالي لهالدرجة؟ فكان جواب الأطراف إنه أنا مش جاي لحتى أيد القمة الإسلامية في القدس، أنا أعتبر القمة الإسلامية كلها مؤيدة إلي في قضية القدس. المأساة اللي حدثت أنه عندما انتهى عمل حسن الدهاني كأمين عام، عينوا أنور السادات وزير دولة، وهو الذي نظم زيارة السادات إسرائيل، وكان معه في القدس عندما زار السادات إسرائيل. لكن من حسن حظ البطرك الياس الرابع أنه مات قبل ما يشوف هذا المشهد. نحن لحد الآن لا نعرف، لأنه أصلاً مش موجود، لا نعرف وجود استراتيجية إسلامية لتحرير القدس. نعرف أن الشعار رفع لكن لا نعرف أنه نفذ إطلاقاً. والدليل اللي عم يصير بالقدس هلا مستفرد فيها إسرائيل بهالموقف. هلا بالمقابل شوف شو اللي صار في موضوع القدس. الحركة الصهيونية المسيحية على خلاف
اسلوبنا في الحكي وفي العمل، نحن نطلق شعارات ما بنعمل شيء. هل لا في برنامج الحركة الصهيونية اليهودية زي ما قلنا تيودور هرتزل 1897 بآب 1897 هلا بعد مرور 88 عام يعني في آب 1987 ذكر التاريخ لأنه كثير مهم للدنيا. في نفس التاريخ في نفس المكان سويسرا في نفس المدينة باب في نفس الفندق من المدينة عقد المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول حول القدس. تعمدوا أن يعقدوه حيث عقد هرتزل وولدت الصهيونية اليهودية. عقد في هذا الفندق في هذا المكان في هذا التاريخ مؤتمر حول القدس، وانبثقت عن هذا المؤتمر منظمة اسمها السفارة المسيحية من أجل القدس. هذا المؤتمر كان بدعوة من دكتور دوغلاس يونغ مدير المعهد الأمريكي لدراسات الأرض المقدسة، وترأسه دير هوفن رئيس الكنيسة الإنجيلية الهولندية. حضر المؤتمر 589 شخصية من 27 دولة، وأسسوا في كل هذه الدول ما يسموها قنصلية للدفاع عن القضية اليهودية الإسرائيلية الصهيونية، وهذه المؤسسة هي التي انتزعت من الكونغرس لأول مرة بنيسان 1990 قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. مهمتها جمع التبرعات لإسرائيل، الدفاع عن طلب إسرائيل في التوسع والتغطية والتمويل، والدفاع عنها في المحافل الدولية، وهن اللي اشتغلوا على تهجير يهود روسيا إلى إسرائيل. والهدف هو تنفيذ مشروع الصهيونية المسيحية في القدس وفي فلسطين. هلا هذه الحركة المنظمة موجودة لحد اليوم، وهي منتشرة في هذه الدول 27 وتجمع الأموال لإسرائيل، تجمع الدعم السياسي، وكانت تضغط على الدول الكاثوليكية تحديدا من أجل الاعتراف بإسرائيل، لأن الدول الكاثوليكية اعترفت بعد الدول العربية. يعني الدول الكاثوليكية في أوروبا مثل إسبانيا والبرتغال وحتى الدول في أمريكا اللاتينية كانوا يعني أقرب إلى موقف الفاتيكان في رفض الصهيونية بكل مظاهرها كانت يهودية أو مسيحية، ورفضوا الاعتراف بإسرائيل إلا مؤخرا تحت الضغوط هذه الحركة السفارة المسيحية من أجل القدس. طيب السفارة المسيحية من أجل القدس تتشكل وتقوم بهذا الدور، ونحن بنقرر استراتيجية إسلامية للدفاع عن القدس وما شفنا ورقة منها. صدقوني مش إنه ما شفنا لأنه قصة سرية، لأنه ما موجود. فمع الأسف الشديد أدينا هذا، وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب هذا الأمر. هلا الأخوة والأخوات كل شيء قلته أنا هو المقدمة
بعد في كثير واحد إلى مقدم إلى حتى أول مثل ما بدأنا في الأول إنه تعريف المشكلة نصف الطريق إلى حل. طيب نحن نعرف كيف يصنع القرار الأمريكي. مشكلتنا مع أمريكا تحديدا في موضوع القدس وفلسطين والنظام، لكن هل نعرف كيف نضغط على الولايات المتحدة من أجل هذا الموقف؟ عندما ترجمت هذا الكتاب النبوءة والسياسي لجريس هالسل، جريس هالسل كانت تكتب الخطاب السياسي للرئيس جونسون، وهي الحقيقة أول كتاب من السبعينات يعني ضوى على هذا الأمر بالنسبة لنا. إحنا ما كنا نعرف القصة إطلاقا، ولقيت الكتاب بالإنجليزي في مكتبة الرئيس سليم الحص الله يشفيه ويعافيه. فقال لي أنا في خير بعد لي أحد أصدقاء من لندن بس ما أريده راهو خبرني شو عم شوفه شيء مرعب، معلومات تفصيلية بالأسماء بالبوقائع بالتواريخ حول الحركة الصهيونية المسيحية في أمريكا. فترجمت الكتاب وصدر منه عدة طبعات في مصر، في السودان، في ليبيا، في بيروت يعني. لكن اللي لفت نظري فيه أنه المعلومات المفصلة حول المؤسسات التابعة لهذه الحركة وكيف تعمل ونحن ما عارفين موجود فيها وقديش بتأثر على صناعة القرار الأمريكي. هلأ نحن نعتقد أنه نقطع أمريكا، بنعرف كيف نقطع أمريكا، بنعرف أنه هي بدل بترول، بدل مصريات البترول، وبدها الموقع استراتيجي للعالم العربي من جبل مضيق جبل طارق إلى باب المندب إلى خليج العقبي قناة السويس، يعني المواقع على هذا أنه منهددة بمصالحها فينا نفرض عليها نضغط عليها. لكن الحقيقة كل هذا وهم، مش لأنه نحن ما بنقدر نضغط عليها بهاي، لأنه لا ينضغط عليها عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط. قال لي سليم حس أنا هلأ فهمت ليش أمريكا ضد مصالحها بالشرق الأوسط، لأنه عندها التزام ديني. حتى الحرب اللي صارت على العراق بألسنتهم، مش اجتهاد مني، ألسنتهم كان عمل انتقام ديني. يعني وقت اللي جورج بوش الابن هو من هذه الحركة، الحركة الصهيونية المسيحية، جورج بوش الابن، الاب لا هو منها. وقت اللي قال انه صليبية جديدة قال اكثر من هيك، قال بننتقم من نبوخذ نصر المعاصر على صدام حسين. شو مين نبوخذ نصر؟ انه انتقم من اليهود بنى يعني. ولذلك كان رد البابا يوحنا بولس الثاني، بالمناسبه يوحنا بولس الثاني هذه الحركه الصهيونيه المسيحيه وصفوه اللي تعتبر كنيسته الفاتيكان قديس، وصفوه هن بانه انتي كرايست يعني المسيح الدجال. يعني تعرفوا انه المسيحي لا يمثلون المسيحي، لكن بيحكي 70 مليون امريكي على الاقل وعندهم انتشار في اوروبا وفي مناطق عديده ثانيه. هلا اذا كنا نتوهم باننا نضغط على امريكا من خلال مصالح العلم، هذا وهم مش صحيح. هلا لكن امريكا كيف تعرف شو بدنا؟ هلا هذا الموضوع العميق، يعني ارجو هيك تتوفق في اني
شاركوا بزرع. الولايات المتحدة تأخذ قراراتها في المطبخ السياسي فيما يتعلق بالشرق الأوسط. عمل أستاذ علوم سياسي اسمه بروفيسور كونوكس، عمل مشروع تبدل الدولة الأمريكية من أيام ريغان ومستمر حتى اليوم، اسمه برنامج كونوكس. شو البرنامج؟ كونوكس اقترح مشروع برنامج انه مثلا في صراع الشرق الاوسط بين خدام حسين وحافظ الاسد، بنجيب اثنين من الدبلوماسيين اللي بيعرفوا المنطقه مهما كان، انت صدام حسين وانت حافظ الاسد، بيزودوه بكل المعلومات من وضع الصحي، وضع العائلي، المشاكل، الاضطرابات، الصراعات، بيزودوه فيها كلها، بيقولوا خذ القرار الآن، إذا صارت هالقضية شو بتعمل؟ كيف بتتصرف؟ فبيصبح المطبخ الأمريكي متحسب وفهمان كيف سيكون رد فعل رئيس الدولة العربية هذه أو لا. أنا اللي اطلعت عليه دراسة تتعلق بين هواري بومدين والحسن الثاني الله يرحمه في موضوع الصراع حول الصحراء. الدراسة بيّنت أنه الشخص الذي تقمص شخصية الحسن الثاني لم يخطئ في أي قرار في أي موقف. الشخص الثاني اللي أخذ قضية هواري بومدين أخطأ في بعض القرارات، ثم تبين بأنه كانت المعلومات ناقصة اللي أعطوه إياها. كان بومدين مريض يتعالج في روسيا والمخابرات الأمريكية مش عارفة. هن يونس هذه القصة أدت إلى هذا الخلل في المعرفة. الآن أكيد في بالخارجية، مش بالخارجية، بالمجلس مجلس الأمن القومي الأمريكي، في الشخصيات اللي تلعب أدوار شخصيات عربية وإسلامية كلها مهيئة ومعروفة وتقدم تصوراتها وبيعملوا الحساب على هذا الشكل. أما نحن نعتبر إنه والله نحن أذكى ونعرف شو بدنا وهم ما بيعرفوا شو. لذلك هلا المشكلة الإدارة الأمريكية الحالية، الرئيس الأمريكي الحالي ترامب ليس واحدا من جماعة الحركة الصهيونية اليهودية أبدا، لكن نائبه بنس هو ممثلهم في البيت الأبيض، يعني هو من الشخصيات الرئيسية القيادية في الحركة الصهيونية المسيحية، وهو يعني يصير المواقف اللي تفرض على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسط. أهمية هذا الرجل بنس أنه ملتزم بالحركة، والحركة وبعدين من أركانها. وأما الرئيس ترامب فهو إله يعني معروف نوعية حياته، يعني ما فينا نقول نحكي يعني حياة ما مش مشرفة لأي إنسان، يعني هذا شيء شخصي كل حياته فيه، لكن ولا يفهم في موضوع الأديان ولا في موضوع الإنجيل والتوراة، ما القصة مش مهمة يعني، لكن يحتاج إلى القوة الانتخابية اللي تمثلها 70 مليون أمريكي. وممثلهم في البيت الأبيض هو مايكل بنس. فهذا الرجل هو الذي يضيف ويصنع السياسة الأمريكية الداخلية فيما يتعلق بموضوع فلسطين وفي موضوع القدس. هذه قصة طويلة الحقيقة، ما بدي
طيب هلا عندنا مشكله الحقيقه انه صاحب القرار العربي اذا في صاحب قرار من حيث الشخص صاحب القرار العربي اذا لم يكن ملما بهذه الخلفيات التي تصنع القرارات الامريكيه في الشرق الاوسط لا يستطيع اطلاقا ان يعني يتعامل معها بشكل اساسي. شوف الوقت اللي دخلت اسرائيل على القدس سنه 69 دخل موشى ديان 67 دخل موشى ديان في دبابه مركبه ومعه قسيس من هذه الحركه ليشهد على الانتقال بالقدس الى اليهودي بانتظار المرحله التاليه لعوده المسيح. هلا حتى يكون واضح الحركه الصهيونيه المسيحيه لا تحب اليهود خلافا بكل لا يوحي وكانه الجماعه عاشين اليهود. لا، هؤلاء لا يحبون اليهود لانهم لا يؤمنون بان المسيح اجى، لكن يعتبرون اليهود اداه من اجل تحقيق الهدف الذي يؤمنون به وهو العوده الثانيه للمسيح، لأن العودة الثانية للمسيح تتطلب أن يكون هناك يهود إسرائيل، أن تكون هناك قدس يهودي، وأن يكون هناك المعبد اليهودي الهيكل قائم. فمن مهم المسيحية الصهيونية أن تجمعهم حتى تكون هناك النبوءة تكتمل. شروط ليس حبا بهم، لأن شو النتيجة؟ عندما يتجمعون وتتم عملية التجميع السيناريو يقول ما يلي: سيتصدى الكفار الذين هم نحن لإسرائيل الجديدة، وستقع معركة دموية تسال فيها الدماء حتى ركاب الخيل. أوكي؟ طيب، هنا يظهر المسيح فوق أرض المعركة. هذه بسموها هرمجدون. هرمجدون هي وارد مرة واحدة كلمة مجدو، وبالسهل بين عسقلان على المتوسط حد حيفا والإدس. هذا السهل اسمه مجيدو، فيعتبر أنه ستقع معركة هناك وسيقتل كل الكفار الذين لا يؤمنون بعودة المسيح لنا المسلمين واليهود، لكن الذين يؤمنون بالمسيح سوف يرتفعون بالجسد فوق أرض المعركة، ثم ينزلون مع المسيح إلى الأرض ويحكم المسيح الأرض 1000 سنة يسمونها الألفية وينتهي السنة. فكل اليهود بدهم يبادوا مثلنا بموجب الحركة السودانية المسيحية. فهذا السيناريو أنا أفهم أنك يعني تتقبله بابتسامة صفري أستاذ، لكن هذا إيمان، هذا إيمان رؤساء في أمريكا مثل جورج بوش، مثل ريغان، مثل كارتر، أول ما بدأ في هذه يؤمن بشيء، قيادات الجيش الأمريكي، الدبلوماسية الأمريكية. هذا يعني أنت يجب أن لا تقلل من أهمية التزام هذه الجماعات بهذه المبادئ. قد تبدو لك أنه خرافات دينية،
لكن القرارات السياسية الكبرى تتخذ وفقا وفي ضوء هذا الإيمان. أنت تتعامل مع واقع من هذا النوع. ولذلك صاحب القرار العربي إذا لم يكن على علم بهذه الخلفية أعتقد بأنه سيبقى خارج إطار القدرة على اتخاذ قرار.